احنا بيجيلنا رسائل كتيرة قوي على صفحة الفيسبوك بتاعتنا، ورسائل كتيرة قوي من الستات اشمعنا تعملوا فينا، عايزين نعمل في الرجالة مقالب. بنقول لحضراتكو اهدوا خالص وخلوا الرجالة تنفس عن نفسها شوية، انتوا في ايديكو كل حاجة، سيبوا لهم حاجة يعملوها بقى. مشاهدينا اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم انا والمدام. انا والمدام عباره عن برنامج مسابقات، بيبقى معانا اتنين كابلز قدام بعض، بس المره دي الحلقه مختلفه، معانا كابل ومعانا روز. اسمك روز؟ صح. تمام. اتعرف باساميكو. اسراء. اسراء خالد. حضرتك خالد. خالد، اوكي. طيب انتوا فاهمين فكره المسابقه؟ ما مستنيين نفهمها بقى. اوكي. المسابقه بتبقى عباره عن اسئله عامه واسئله شخصيه، بنعرف فيها مدى التوافق بينكم وبين بعض. الكيس النهارده انه روز احنا عارفين ان هي رافضه الجواز، مبدا الجواز خالص، فحابين نعرف ليه، وفي نفس الوقت نشوف مين فيكو الصح. هل فعلا الصح ان الواحد يتجوز ولا يفضل سنجل كده زي روز؟ تمام. انتوا متجوزين بقى لكم قد ايه؟ 3 شهور. 3 شهور. انتوا لسه عرسان جداد، متجوزين عن قصه حب ولا صالونات؟ جدا. اوكي. قعدتوا قد ايه تحبوا بعض قبل الجواز؟ سنه ونص. تمام. فرق سن بينكم قد ايه؟ 5 سنين. عيد جوازكم شهر كام؟ سنه كام بالظبط؟ بسرعه. 14/2. كام سنه؟ 22. تمام. روز، مش عايز تتجوزي ليه؟ روز، يعني بالنسبه لي انا بشوف ان الولاد بيعطلوا قوي وبيمنعونا من ان احنا نعيش. حاسه مش حاسه مش هبقى حره، انا بسافر اراوند ذا وورلد وعندي ماي براند، ويعني انا دلوقتي عندي كيان كويس جدا عشان الشغل. لو هي على خلفه وبتاع، في دلوقتي حقن مجهري وحاجات كتير جدا ممكن تخلي البنت يبقى عندها بيبي يعني وتبقى سنجل مذر، لكن فكره راجل في حياتي بقى متصوري طبعا عشان انا حلوه بغير، فتبقى مشكله هنا. ممكن يعني ممكن فكره تبني مش حقن مجاري. او انت عايشه بره؟ اه. اوكي تمام. بس عموما هنا ده ما ينفعش، فانت كده بتختاري فرصه انك يبقى عندك اولاد. اوكي. خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني بمسابقة الأسئلة العامة. استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومسابقة الأسئلة العامة. هقول لكم كام سؤال، واللي هيرد أسرع هو اللي هياخد البوينت. تمام. من غير تفكير، النملة ليها كام رجل؟ 3 6. بوينت. الأخطبوط ليه كام قلب؟ 8. 3. بوينت. الاخطبوط اللي كام قلب؟ قلب. عنده 3 قلوب. تمام. النهر اللي ما بتجريش فيه ميه، يعني خريطه مثلا؟ زيرو. خلاص قلت زيرو، هي الخريطه فعلا. عدد حروف اللغه الانجليزيه؟ الالفابيت 28. غلط. 26. 26. الدوله اللي اشتهرت بالسوشي؟ الصين. لا، اليابان. اوكي. خلصت فقره الاسئله العامه. تمام. انا كده اللي كسبانه صح؟ فريق روز هو الكسبان. اوكي. فكده 1-0. ماشي. تمام. عشان انا عندي دماغ شغاله. احنا كنا بنسخن بس. هو احنا مش عندنا دماغ يعني؟ مش فاهمه. مش واضح بصراحه. معلش. لا هي عشان مش متجوزه فهي عندها دماغ فاضيه. فاضيه قوي يا مهور، يعني مع حد فاضيه عيب عشان في الاخر بيتضايقوا. انت متضايقه ان هو بيتكلم معاها؟ لا عادي، انا واثقه فيه، عادي جدا يتكلم معاكي. هو قال حاجه غلط؟ مفيش حاجه غلط تقريبا. اكيد مش تقريبا. كنت بتقول ايه؟ انت عشان مش متجوزه بس، فعشان كده في يعني وقت. اكيد طبعا. بتغيري يعني غيره تخنق ولا الغيره الطبيعيه؟ ساعات وساعات على حسب الموقف. يعني ممكن في اوقات تحسي ان هو مزود الموضوع. تمام. انت قلتي ان انت واثقه في 100%. 100%. طيب خلونا نعرف محمد. خالد قد ثقتك ولا لا؟ تمام. أوكي. بس هنروح فاصل ونرجع للفقره اللي انا شخصيا بحبها قوي، فقره الرجاله ما يعرفوش يكذبوا. استنونا.
ورجعنا لكم بعد الفاصل والفقره شخصيا اللي انا بحبها جدا، فقره الرجاله ما يعرفوش يكذبوا. خلينا نعرف خالد بيكذب على اسراء ولا لا. استاذنك يا خالد تتفضل عند دكتور مؤمن. جاهز؟ جاهز. دلوقتي ده جهاز كشف الكذب، بنسال الضيف اسئله، لو جاوب صح بينور اخضر، لو جاوب غلط بينور احمر. تمام؟ تمام. بتحب مراتك؟ يعني جدا. خنتها قبل كده؟ لا ما اقدرش، هي مش مديالي الفرصه دي. لو في فرصه سفر هتقعد فيها فتره، تحب تاخد مراتك ولا اخدها معايا في كل حته؟ حابب اللي هي تشاركني يعني. انت شايف ان اللي بيتجوز على مراته بيعمل حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ الازرق صح ولا لا؟ لا مش حاجه حلوه يعني. شايف اللي واحده بس الازرق صح ولا يكتفي بيها بتبقى حاجه كويسه يعني، بيقدر يخليها سعيده وهي بتخليه سعيد كده. محمد صلاح بيلعب في نادي ايه؟ ليفربول. اكتر موقف بيحصل بينك وبين زوجتك ويبقى فيه مشاكل، حضرتك بتواجهه ولا بتهرب منه؟ لا بواجهه. بتحبها؟ جدا. متاكد انك ما خنتهاش قبل كده؟ لا متاكد. ممكن في يوم تتجوز عليها؟ لا صعب. انا كده خلصت، شكرا ليك. مش عارفه هو جايب الثقه دي. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وللاسف خالد خسر الجوله، فكده ستيل روز هي اللي كسبانه. تمام. بس لسه معانا الجوله الثالثه اللي هتحسم النتيجه النهائيه، وهي فقره بتخاف ولا لا. بتخاف من حاجه يا خالد؟ عمري ما خفت من حاجه. ولا اي حاجه بتخوفك؟ ولا بتخاف من اسراء؟ مش بخاف منها، بيحبني بحترمها وبحبها. حب مش خوف. تمام. طيب هات موبايلك. عارفه الباسورد بتاع موبايله؟ تقريبا. هو انا بنسى، هو قال لي بس انا بنسى. انت مضيت على اقرار ان احنا ممكن ناخد تليفونك؟ انت متاكده ان انت نسيتي ولا هو ما قالكيش؟ هو انت بتتدخلي ما بيننا؟ مش فاهمه. لا احنا عادي بنتكلم. خليه معايا. حاجه تخصني صح؟ احنا بنات زي بعض. لا لا خليه معاك. حد يعني احنا بنات زي بعض؟ لا انت ستات. انا عمري ما بقى زيك طبعا. نعم خالص. نعم. انت طب اللي جاي مني مش هيكون حلو خالص، ولا اللي جاي مني ممكن يزعلك قوي. طب استاذنكم يا جماعه، استاذنكم احنا في برنامج وعلى الهواء. يا جماعه حد من الكرو بس يجي ياخد موبايل خالد. حد يجي ياخد الموبايل. اسراء بصي احنا هندخل على التكنيكال تيم عندنا، هيدخل على تليفون خالد. تمام. هنفتح الجاليري نشوف الصور بشكل عشوائي، نشوف انت فعلا عارفه كل اصحابه ولا لا. ممكن نلاقي مثلا متصور في مكان هو كان قايل لك انه في المكان ده ولا لا. ممكن ندخل على الواتساب على الماسنجر، يعني كله بشكل عشوائي هنعرف مدى معرفتك بيه الحقيقيه قد ايه. تمام. اللحظات بقى كده وهنبدا يطلعوا لنا. خلينا نبدا بصور. انت حاسس ان هي تكسب؟ تعرف هي واثقه في جوزها على فكره، في رجاله كويسه. يلا يا جماعه اول صوره. تمام. مين دول يا اسراء؟ اصحابه. اسامي يعني؟ عارفاهم كلهم؟ شكله حلو في الصوره دي طبعا. كان فين اليوم ده؟ هنا كان في فرح اخو صاحبه. تمام. اللي بعده. هي ليه مش راحت الفرح معايا؟ دي حاجه تخصهم. انت تعرفيهم شكلك، انت اللي جايبينهم عشان كده ضدي انتوا كلكم. اللي بعده يا جماعه. عارفه الناس اللي موجودين في الصوره؟ اكيد صحابه برضه. صحابه برضه. اوكي. الله. بيخرج كتير وبيسيبك؟ بيخرج كتير مع صحابه وبيسيبك؟ لا لا على طول بيخرج معايا بس نادرا قوي. تمام. وانت ما بتخرجش معاها خالص؟ انت عايز مع اصحابك لوحدك؟ طيب اللي بعدها يا جماعه، الصوره اللي بعدها. لازم تهتمي تخرجي معاه شويه، ما عندكوش صور مع بعض؟ مفيش ميموريز؟ لا بخرج معاه في طبعا. اوكي. دي اخته.
انت عندك كام اخت يا خالد؟ ايه؟ عندك كام اخت؟ مارن بيجاما ثلاثة أربعة. أربعة دي أختك بني. الوسطانية ولا الكبيرة ولا دي مين؟ إيه؟ اسمها إيه يا إسراء؟ أنت أكيد مش متعرفيهاش؟ أه أكيد مش أخته طبعا. أمال مين؟ معرفش مين. مين دي؟ هو في الكنترول روم بيقولوا لي إن الصورة دي من على الواتساب جايه من كونفرزيشن المحادثه مش ما كانتش في الجاليري مش في الاستوديو في المحادثه بتاعه الواتساب. مين بقى انت جاي؟ احنا نجيبها هي بقى تعرفنا مين. اتصلوا بالرقم ده. بيقولوا لي في محادثه نقدر نفتحها على فكره وقال لي مش هخش على الخصوصيات يعني فاهمه. طيب في محادثه تحبي نفتحها انت اوريدي وافقت 300,000 جنيه تمن الجايزه. بس انت في البيجامه شكلك احلى من لو انسحبت يبقى انت خسرت الفلوس والفلوس هتروح لرز على طول. ايه ده في صوره تانية يا جماعه. بس خلوا المداخلات بس تهدى شويه معلش. حاجه بس. هو كان متجوز قبلك؟ ايه كنت متجوز؟ هتفتحوا لنا المسجز؟ تمام ابدأوا يلا. ايه خالد بقالك كتير ما بتجيليش ليه؟ هو انت شايف الاربع ايام بتوع الاسبوع اللي فات دول كفايه على الراجل التانية؟ ايه النهارده؟ والله يا حبيبتي حاضر. طيب بس انا عندي شويه ضغوطات في الشغل وقدامي ايه مقفوله فانا هقول لما الدنيا تبدا هشوفك. لا مش هينفع كده مش هينفع. الاسراء دي تعرف ان انا كمان مراتك وليا حق عليك. طيب والنبي ما تبقاش احنا على عشان هي لو عرفت هتبهدل الدنيا وانا مستني بس لحد ما الدنيا تهدى معايا ومعاها. طب هو قال لي مش هعرف الكلام ده. ماشي يا بيبي وزنك معلنه قبل ما تتجوز مستنياك. طيب اجيلك بس هو بالله عليك ما تبعتي تاني خلاص. بالله عليك ما تبعتي تاني خلاص. جماعه هو مين مين المسؤول ده. مين المسؤول عن انتوا ازاي تعرضوا حاجه كده زي كده؟ مش انا. ازاي حاجه زي كده تتعرض؟ انا يا جماعه مش عايزه ده ما بقاش لعب دي بقت فضايح. انا ما بحبش الحاجات دي. اسراء انت عارفه مين دي؟ لا اكيد طبعا. واحده مثلا كان يعرفها قبلك او حاجه او لا خالص. الحلقه دي يا جماعه كده لو سوشيال ميديا هنتفضح. طب يا جماعه فاصل وهنرجع لكم تاني فانا والمدام استنونا. طب انا مش طب هو فين بس التليفون فين؟ انا عايزه اشوف بس معلش لا ثواني حضرتك ثواني بس احنا على الهوا. دلوقتي يعني في حوالي 300 مسج جايه لنا عايزين يعرفوا مين دي. يعني انت بقيتي ترند الروج الاحمر هيتشاف ايه؟ ما انت شايفه احمر. انا مش عارفه ازاي شايفه احمر. اكيد هم مش شايفين احمر. ممكن بقى التليفون. طيب خلاص بعد في حاجه ثانيه اوحش من كده يعني. ورجعنا لكم بعد الفاصل وحلقه انا والمدام. وللاسف المدام دلوقتي في موقف مش لطيف ابدا. انا شخصيا بعتذر لها عنه. معانا مداخله. الو مساء الخير. مساء النور يا فندم. برنامج حلو قوي وانا من اشد المتابعين لكم والمعجبين بالبرنامج. متشكره جدا. متشكره لذوقك. ميرسي. انا نفسي اعرف يعني افضل انا ومراتي نبقى بنفس السعاده اللي في الصوره اللي انا شايفها على الشاشه دي. متشكرة جدا لحضرتك. شكرا جزيلا. كده بقى. لا كده عيب. معانا مداخلة تانية. الو مساء الخير. مساء النور. يعني انا مستغربة جدا حقيقة من الرياكشن بتاع الزوجة. يعني مش ممكن حد في موقفها ما يسألش حتى مين دي وايه ده اللي بيتقال ده. يعني انا مش مصدقة الصراحة. يعني معاكم بقى مدام شيكار. ايه دي عسل قوي. شكرا شكرا يا فندم. شكرا شكرا. واضح ان هي متعوده فمش مصدومه فيه. طيب هنطلع فاصل يا جماعه. فاصل وراجع لكم تاني استنونا.
ممكن طب تشيلوا بقى الصوره دي، حط لنا الصوره يعني. هي الصوره دي اللي شايفها يعني، هي الصوره اللي بقى، هي الصوره اللي اوفر بالنسبه لك. خلاص يا حكايه، هيتبطل اوفر. واللي فيه اطلبوا لنا الرقم بعد اذنكم اللي على ردي انت. خلاص هو انت ملك انت بس انت. والله العظيم اديكي البتاع اللي قدامك دي. انت مجنونه يا بنتي، انت مجنونه على فكره. مجنونه ده، انت معقده تقريبا. ورجعنا لكم بعد الفاصل بعد اذنكم ورجعنا لكم بعد الفاصل وحلقه سخنه جدا من انا والمدام. احنا تعرضنا لموقف وهنضطر للاسف نكمله لاخره عشان دي سياسه البرنامج، بس انا شخصيا بعتذر جدا لاسراء والساده المشاهدين. احنا ما كناش متوقعين ابدا ان الموقف ده هيتحط فيه. ممكن تشيل الصوره دي؟ هنكلم الرقم، شيلوا الصوره ونكلم رقم نشوف دي اللي احنا هنكلمها صح الصوره ولا لا. كلموها لي بعد اذنكم يا جماعه. صراحه انت ليك حق تخونها، اسلوبها وحش قوي. اكيد مش اوحش من اسلوبي يا بنتي. ما تستفزنيش، انت مستفزه اصلا. طب ما تستفزني يا جماعه، احنا في برنامج. شوفي الخيبه اللي انت فيها يا ستي، مالكيش دعوه بخيبتي. بصي احلى من خيبتك والله يا بنتي. احنا في برنامج. فين يا جماعه تستوري دي بالرقم؟ خلاص يا حبيبتي هقول لك وانا نمشي. يا خير مش همشي اصلا معاك. الو، يعني هي تقول مساء النور. انا عايز اعرف هو انت خالد دي بتنك الجواز مسؤوله؟ خلاص اتعرضت على الهوا. مين انت؟ ايه مين انت؟ يا نهار اسود يا جماعه. انت معاك مسؤول؟ هو اللي انت بتعمليه ده اقطع. شكرا. شكرا. يعني انت معرفها كمان انك جاي برنامج مع مراتك؟ ده انت بجح. خليكي بقى في حالك، شيلوا الصوره دي بعد اذنك. لمي نفسك، لمي نفسك. بتدافع عنه؟ طب برر موقفك. لا انا متجوزت. انت بتعمل كل ده عشان الفلوس؟ وعمري ما اتجوزت. انت بتهد، عمري ما اتجوزت عليها. انت بتهد بيتك عشان خاطر 300,000 جنيه؟ لا انا عمري ما اتجوزت. انت كذاب، كذاب قوي. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا بنتي. يا بنتي انت والله العظيم انا ماسكه نفسي بالعافيه، ممكن انزل لمستواكي. تعملي ايه؟ انزل لمستواكي. انت مستواكي واطي قوي. مستواكي هتعملي ايه؟ مستواكي بلاش اقول لك اعمل ايه. بس 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 مستفزه، مستفزه بجد. بس 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 ولا تقدري تيجي ناحيتي. ما انا بصراحه اعرف شطري على الخيبه اللي انت فيها. انت مالك بالخيبه اللي انت فيها؟ انت بس كده على نفسك شويه. انت مالك من ورا ليه؟ عشان بيخونك. لحظه بعد اذنكم فاصل وراجع لكم. ليه هو انا انت ولا ايه؟ يا بنتي بس جماعه ما ينفعش برنامج، احنا في برنامج ما ينفعش الخايبين كمان يجوا يعملوا معانا كده. طب انت على فكره كان ممكن تبقي مكانها برضه وتلاقي جوزك فعلا متجوز على خيبتها. خيبتها، خيبتها تقيله. انت هتلبسي لو شكل من خيبتك يا بنتي. بس يا بنتي شطري على خيبتك. مصحف وام اضربها. اتشطري على خيبة جوزك يا بنتي، قسما بالله هقوم اضربك على خيبته وعلى خيبتك واللي خدته منك. على فكرة انت كان ممكن تبقي في موقفها كده وشخصية، ما كانش زمانه عمل فيكي كده. هقوم اضربها. انت كان ممكن تبقي في موقفها تلاقي فجأة جوزك اتجوز عليكي. اهدي شوية. ممكن اقوم اضربك يا بنتي. الخبط لك وشك ده اللي هو ملوش معالم اصلا. انت مجنونة؟ ولا تقدري يا بنتي كلك اصلا بق روج روج بس. طب شيل الصوره دي يا جدعان. وريني وريني. عايزه تعملي حاجه؟ لما اقوم اضربها دلوقتي هبقى لما هو اصلا عمال اهو الراجل شيلوا الصوره. مش مهم هتبقي عندك شخصيه معينه. انت مالك انت؟ انت مالك انت؟ لا تحسدي عليه اصلا، يعني جوزك متجوز عليه ولسه متجوزه بقالي 3 شهور. هتتكلم ولا ايه؟ هيتكلم معايا يقول لي هو يقدر يتكلم معايا الخاين ده؟ مش معاكي انت، يتكلم معاكي انت اصلا بخصوص ايه؟ طب اهدي اهدي بس. انا لو منكم نكلم الرقم ده بقى نشوف دي مين ولا تعملوا ايه ولا مش فاهمه بصراحه. طب انت ممكن تهدي شويه؟ طب ثواني. هنرجع 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 هوا هنرجع هوا. ما ينفعش الهبل ده. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا مداخله. الو مساء النور يا فندم. مساء النور. اولا انا شايف ان انتوا مكبرين الموضوع. فيها ايه ان راجل يعرف يتجوز مره ثانيه مره ثالثه؟ ايه المشكله اللي يعني؟ شكرا لك. شكرا يا فندم بجد انت بقيتي عالميه دلوقتي، الناس كلها شايفه. فاصل وهنرجع لكم تاني، خليكم معانا. عيب عيب. يعني عيب في اصول من خيالك. ما
ينفعش يعني عادي يعني ماما اضربها مش هتمنعه يعني يا بابا انت مقلب 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 سقفوا 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 عشان انا ماسكاها دلوقتي يا ساتر ده انت خدتي وقت طويل قوي عشان تضربيني احنا بنعمل مقلب انا اسفه اوعي تضربيني بجد كلمتي هي اللي جت يعني كلمتي انا هي لو عندها عايزه اضربها ما اعرفش ايه انا اسفه انا اسفه انا واقف بره قلت لو عندها دم كنت اضربها رحت قايمه هي خايفه لا انا مش عايزه البرنامج انا خايفه من البرنامج اللي هو بوظلكوا الدنيا انا كنت هقتلها مش هضربها بقى موافقه طبعا مع لبيب انا واحنا اسفين وهو بيحبك وبيمسكي ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم لبعض